انا جاي باغي نخدم كما العاده، كنجي في الصباح كل خطره ما عادش كنجي في الصباح على حسب وقت ما فقت كنجي نخدم. اليوم جيت مع العشرة وشي حاجه، جيت بان لي السيد ناعس تمايا، فهمت، حيت فايت ناعس هو تما، وانا نعلم هاد مول الريستورون اللي حدايا انا، قلت له ودي راه واحد السيد ناعس هنا واش نفيقوه ولا لا؟ قال لي لا خصنا نفيقوه. جينا باش نفيقوه، هز عليه هو الغطا بحال هكايا، قال لي نوض ما نوض، قلت له ودي راه غطيه، هاد السيد راه ميت بحالك. وهاد السيد كنشوفوه ديما هنايا، هو ولد حي مولاي رشيد كيعمر هنا عين السبع، وراه مسكين شو شوقع عليه مكتب، كتاب عليه يموت، الله أعلم به. هادشي اللي كاين، عيط السيد الرقم 19 ما تسدش ليه، فهمتي، دايز واحد السيد مساعد ديال الشرطة، طلبته هو جبد التليفون وعيط للناس المسؤولين، هو كيعرفهم عندهم علاقة معاهم خدام معاهم، هو اللي عيط لهم، عاد استجبوا ليه هو وجاو. هادشي اللي وقع. جاو داروا لازم عليهم، داروا السيد رداو الله يرحمه، الله يرحمه، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا ما كان أخو لا غالب سواه. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.